نعم، أهلا بكم. أهلا بك. يعني يمكن توصيف وزير الخارجية الأمريكي بلينكن هذا بأنه أفشل وزير خارجية لدولة عظمى على الإطلاق، هذا رأيي الشخصي. هو حتى الآن يعني نفذ حوالي 8 جولات من أجل حل الحرب، مسألة الحرب في غزة، وتحقيق وقف إطلاق نار وحماية المدنيين كما يدعي ويزعم هو ومسؤولون آخرون أمريكيون يعني. لكن حتى الآن النتيجة هي صفر. يعني هذا على ماذا يدل؟ يدل إما على فشل شخصي وفشل دبلوماسي عام للدبلوماسية الأمريكية، وإما على تواطؤ مع الكيان الإسرائيلي المعتدي الذي يشن حربا وحشية وبلا هوادة منذ أكثر من 7 أشهر، ويقتل فيها 10,000 الفلسطينيين ويهجر مئات الآلاف، وكان بالآخرها مجزرة النصيرات. طيب، اليوم في حال عدم تمرير هذا المقترح الأمريكي، هل ترون بأن الولايات المتحدة ستساهم في أي مشروع قرار من شأنه تهدئة الأوضاع الميدانية الملتهبة في قطاع غزة أستاذ حسن؟ يعني قرأت حول هذا الموضوع أن الولايات المتحدة ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن من أجل الموافقة على المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي بايدن منذ أيام، وقال أنه مقترح إسرائيلي، ولكن تبين فيما بعد أنه فكرة أمريكية. على كل حال، مجلس الأمن الدولي طالب قبل الآن بوقف فوري لإطلاق النار ولم تأبه إسرائيل، وأيضا محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنائية الدولية وهيئات أممية ودول العالم معظمها طالب بوقف إطلاق النار ولم يأبه الإسرائيليون ولم يوقفوا إطلاق النار. وقف إطلاق النار يتم عبر ضغط أمريكي مباشر، إما عبر ضغط المقاومة وتغيير موازين القوى على الأرض. على الولايات المتحدة إذا كانت جادة في تحقيق وقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل الأسرى أن تضغط على إسرائيل توقف تصدير الأسلحة إليها، مثلا تمارس ضغط دبلوماسي واضح على الحكومة الإسرائيلية، وللولايات المتحدة أيضا النفوذ داخل الحكومة الإسرائيلية وداخل الكيان الإسرائيلي عموما. لماذا لا تمارس أمريكا ضغطا مباشرا على نتنياهو وعلى قادة الحرب الإسرائيليين من أجل وقف إطلاق النار؟ غير المواقف الدبلوماسية، هناك حاجة لضغط واقعي على الأرض ووقف تصدير الأسلحة الهجومية والفتاكة للكيان الإسرائيلي. طيب، اليوم ومع دخول الحرب في قطاع غزة شهرها 9 أستاذ حسن، من يتحمل مسؤولية استمرار هذا الصراع؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما الخيارات الفلسطينية على الأرض للحيلولة دون استمرار ما يتعرضون له بشكل يومي أستاذ حسن؟ نعم، من الواضح أن إسرائيل وهي الطرف الأقوى ماديا وعسكريا هي يعني التي تتحمل المسؤوليه الاولى، هي من شنت الحرب على قطاع غزه بعد عمليه طوفان الاقصى بشكل غير متناسب على الاطلاق. هي قتلت 10,000 الفلسطينيين وشردت مئات الالاف، وهي تحرق الفلسطينيين كل يوم وكل ساعه. الفلسطينيون يقاومون باسلحه بدائيه نوعا ما، هم يقاومون بارادتهم وليس باسلحتهم. على المجتمع الدولي وعلى الولايات المتحده بشكل خاص ان تسعى لوقف هذه الحرب الاسرائيليه الهمجيه بشكل فوري، وان تبتعد عن المناورات الدبلوماسيه التي يمارسها بلينكن وغيره، وهي مناورات مكشوفه ولن تمر على قوى محور المقاومه. على كل حال، من الناحيه الفلسطينيه الشعب الفلسطيني صامد ويقاوم ببطولة. قوى المقاومة أيضا هيئت نفسها لحرب استنزاف طويلة، هي دفعت خسائر كبيرة جدا وهائلة، حتى الشعب الفلسطيني أيضا تحمل خسائر باهظة، وهناك نصف القطاع تم تدميره تقريبا، وهناك يعني خسائر اقتصادية أيضا واجتماعية وتداعيات نفسية رهيبة. ولكن الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن مقاومته مهما كلفت الأمور. على المجتمع الدولي وعلى الأمريكيين بالخصوص أن يسعوا لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وهم يمتلكون الوسائل الكبيرة اللازمة لذلك.
الأستاذ حسين أو حسن صعب الباحث والمحلل السياسي، كل الشكر لك على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك.